منحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا جائزة التميز للمرأة العربية في مجال الطب لعام 2020 وسط منافسة واسعة من مختلف الدول العربية في مجال الطب. طبعا بهذه المناسبة يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف دكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. في البداية كل عام وأنت بخير دكتورة جميلة، وطبعا نبارك لك حصولك على هذه الجائزة المستحقة. ماذا يعني لك دكتورة حصولك على هذه الجائزة، جائزة التميز المرأة العربية في مجال الطب لعام 2020؟ مساء الخير جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. يشرفني طبعا بهذه المناسبة أن أتقدم لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، ولا اسمه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الملك الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وإلى العائلة الحاكمة الكريمة وشعب البحرين وسيب أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ مملكتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة والشعب البحريني من كل سوء ويعيد علينا إن شاء الله في كل خير وعافية. طبعا هو من دواعي سروري وفخري أن أحصل على هذه الجائزة اللي تفضلت بذكرها للمرأة العربية في مجال الطب لعام 2020، بس هذا الإنجاز طبعا دولي العربي اللي مملكة البحرين الغالية وقيادتنا الرشيدة ولكافة أبناء البحرين وأخواني وخواتي في الكوادر الطبية لم يكن أن يتحقق إلا لولا تسخير القيادة الرشيدة لكافة الإمكانيات العاملين في المجال الطبي والدعم اللامحدود لصاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة حفظها الله للمرأة البحرينية بالتحديد للإبداع والعطاء وتقديم أفضل خدمات. فهذه الجائزة الدولية المرموقة هي دافع قوي لي ولجميع الكوادر الطبية للعمل الجاد والمزيد من الاجتهاد في المجال الطبي في مجال البحوث العلمية بهدف أن نقدم أفضل أنواع الخدمات الطبية للجميع للمقيمين والمواطنين، وإن شاء الله نحقق مزيد من الإنجازات في مملكتنا الغالية ونرفع اسمها إن شاء الله في كل المحافل الدولية والإقليمية والعالمية إن شاء الله. نعم دكتورة، نبارك مجددا لك هذا الفوز المستحق. ودكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، شكرا جزيلا لك.